ممكن تديرها هي الحقيقة موضوع المرأة والديانات العام السياسي موضوع دراهمية كبرى. أنا بطبيعة الحال سوف أدلوك في استحضار المسارات التاريخية والتطور الحقوقي الذي شهدته المرأة عبر التاريخ، وإن كان لاصقنا حتى التاريخ الحركات التي تسمي نفسها اشتراكية أو بعض القوى التي تسمي نفسها إسلامية، لأن كاين فرق ما بين الممارسة والأساس النظري. أن الحركات بصراحة الليبرالية الديمقراطية أعطت استحضار التاريخ حقوق أوسع وحرية للمرأة. بطبيعة الحال نحن في بلد مغربي عندنا خصوصية ثقافية وحضارية وهوياتية، وإن كان الدستور الحالي على اعتبار أنه أعطى خارطة الطريق واحد الآلية جد متقدمة، كيبقى بطبيعة الحال أزمة ديال التفعيل ديال البنود وديال المؤسسات. في الحقيقة مهما أنا هذه القناعة الشخصية والأبحاث ديال المتواضعة، مهما طورنا آلياتنا القانونية والمنظمات والهيئات والنظم ديال القوانين الاجتماعية إلى آخره، سوف لن نصل إلى مبدأ المناصفة، لأن دابا حنا مشكل عندنا ارتباطات سيكولوجية وسوسيولوجية. المجتمع المغربي في سيادة العقلية الذكورية الأفريقية التي تعاقب بشكل أساسي أي تطور لحقوق المرأة، هذا اعتقاد راسخ. يعني طبيعة أو تطوير أو تحسين حقوق المرأة راهين بتغيير نمط التفكير وذهنية سليمة، هذا جنب. الجانب الثاني ما نبقاوش نطلقوا النار على الهوائيين ديالو، نطلقوا في جميع الاتجاهات، كنقولوا الاحزاب راه مسؤوليه مشتركه وجماعيه. الحق ديال المراه هذاك المنطقه الدنيه ولا الزراعيه انت كرجل طرف منزل العمل الجمعيه المدرسه تقول هذا سؤال اسكان سيكولوجي طبعا. الى جميع نبقاوش نطلقوا النار هكذا وتحملوا المسؤوليه في الكلام ديالنا، وكنقولوا ما نبقاش نتخبر أخيرا في الدار وخطاب معين، خرجوا للواقع وكلنا البراغماتية التحليل ديالنا والخطاب ديالنا. باش نختم سمحوا لي ربما أطلت، هي بكل صراحة أن المجتمعات في الشرق إلى الحقيقة بالمرأة، الدول الإسكندنافية تقدمت بالمرأة، وكان هناك دراسات أن الدول الإسكندنافية وجدت دراسات أن المرأة في هذه الدول أقل تأثير وأقل تعاطي للرشوة من الرجل. يعني دابا يعني التحدي الكبير هو تغيير نمط ديال العقليات. دابا الاسئله العالقه هي كيفيه شنو هي الاليات والميكانيزمات ديال التغيير. شكرا.